السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد بعنوان المقاومة الكهربائية، قانون أوم. إذن قبل الشروع في محاور الدرس لا بد أن نبدأ بتذكير بسيط حول بعض المفاهيم التي سنحتاجها في هذا الدرس والتي قمنا بدراستها مسبقا في السنة الأولى إعدادي. إذن ما هو الموصل الأومي؟ الموصل الأومي هو ثنائي قطب مربطاه مماثلان يخفض من شدة التيار الكهربائي عند إدراجه على التوالي في الذارة الكهربائية. يتميز الموصل الأومي بمقدار يسمى المقاومة الكهربائية. إذن هذه الموصلات الأومية هي مركبات إلكترونية أسطوانية الشكل تحمل حلقات بألوان مختلفة توجد على الأجهزة الإلكترونية. إذن رأينا أيضا بعض المقادير الفيزيائية في السنة الأولى إعدادية التي سنحتاجها، من بينها شدة التيار الكهربائي، التوتر الكهربائي، المقاومة الكهربائية، وكل مقدار فيزيائي له رمز، وحدة في النظام العالمي للوحدات، وجهاز للقياس. فمثلا شدة التيار الكهربائي هو مقدار فيزيائي يرمز له بالحرف A، وحدته في النظام العالمي للوحدات هي الأمبير التي نرمز لها بالحرف A. ثم لقياسها نستعمل جهاز الأمبير متر ذو الرمز الاصطلاحي التالي. إذن لقياس شدة التيار نستعمل جهاز الأمبير متر، بحيث يدرج هذا الجهاز على التوالي في الذارة الكهربائية. بالنسبة للتوتر الكهربائي فهو مقدار يرمز له بالحرف U، وحدته في النظام العالمي للوحدات هي الفولت التي يرمز لها بالحرف V. لقياسه نستعمل جهاز الفولت متر دو الرمز الاصطلاحي التالي. إذن لقياس التوتر الكهربائي نستعمل الفولت متر، بحيث يدرج على التوازي بين مربطي ثنائي القطب الذي نريد أن نحدد قيمة التوتر بين مربطيه. بالنسبة للمقاومة الكهربائية التي قلنا بأنها مقدار فيزيائي يميز الموصل الأومي، فهو مقدار يرمز له بالحرف R، وحدته في النظام العالمي للوحدات هي الأوم التي نرمز لها بالحرف أوميغا. ثم لقياسها نستعمل جهاز الأوم متر. ثم أيضا توجد طريقة أخرى لتحديد قيمة مقاومة موصل أومي، وهي طريقة الترقيم بالألوان، لأن الموصلات الأومية توجد بها حلقات ملونة. إذن في التذكير أيضا رأينا في السنة الأولى إعدادي تأثير قيمة المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي. فمثلا عندما ننجز دارة كهربائية تتكون من مولد ثم مصباح وجهاز أمبيرمتر لقياس شدة التيار الكهربائي المار في المصباح، نجد مثلا E تساوي 0.2 أمبير. بعد ذلك ندرج موصلا أوميا مقاومته R1 تساوي 10 أوم على التوالي في هذه الذارة الكهربائية، فنجد شدة التيار مثلا E تساوي 0.08 ميلي أمبير. إذن هذا ما قلناه سابقا بأن الموصلات الأومية تخفض من شدة التيار الكهربائي عند إدراجها على التوالي. الآن سنغير هذا الموصل الأومي بموصل آخر مقاومته R2 تساوي 100 أوم، يعني سنزيد من قيمة المقاومة. إذن عند تحديد أو قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة نجد مثلا E تساوي 0.04 أمبير، بمعنى أنه كلما زادت قيمة المقاومة الكهربائية R إلا وتناقصت قيمة شدة التيار الكهربائي E. إذا انطلاقا من هذه يعني الملاحظة يمكن أن نستنتج بأنه هناك علاقة تربط بين قيمة المقاومة الكهربائية R للموصل الأومي
وإي شدة التيار الكهربائي المار عبر هذا الموصل الأمي. ثم نعلم أيضا بأن يعني إلا خدنا واحد المولد قيمة التوتر بين مربطي 12 فولت فهو يولد تيارا كهربائيا شدته أكبر من شدة التيار التي يولدها مولد قيمة التوتر بين مربطيه مثلا 6 فولت، بمعنى أنه كلما تزايدت قيمة التوتر الكهربائي إلا وتزايدت شدة التيار الكهربائي والعكس صحيح. وبالتالي انطلاقا من هذه الملاحظة الثانية يمكن أن نستنتج بأنه توجد علاقة بين التوتر الكهربائي وشدة التيار الكهربائي إي، وبالتالي انطلاقا من هاتين الملاحظتين نقوم بطرح السؤال التالي: ما هي العلاقة التي تربط بين R قيمة مقاومة موصل أمي و U قيمة التوتر بين مربطيه و E شدة التيار المار عبره؟ إذن للإجابة على هذا التساؤل سنقوم بالتركيب التجريبي التالي باستعمال مولد ذي توتر مستمر قابل للضبط وموصل أمي مقاومته R تساوي 100 أوم، ثم جهاز أمبيرمتر لقياس شدة التيار المار عبر الموصل الأمي، ثم جهاز الفولتمتر لقياس التوتر بين مربطي هذا الموصل الأمي، لأن في السؤال يعني طرحنا ما هي العلاقة بين U التوتر و E شدة التيار و R قيمة المقاومة. إذن في التجربة قلنا بأننا سنستعمل مولدا ذي توتر مستمر قابل للضبط، بمعنى أنه يمكننا أن نغير قيمة التوتر بين مربطي المولد. إذن في كل نقوم بتغيير قيمة التوتر بين مربطي المولد، ثم نسجل في كل مرة قيمة التوتر بين مربطي الموصل الأمي التي يشير إليها جهاز الفولتمتر وشدة التيار المار بالموصل الأمي التي يشير إليها جهاز الأمبيرمتر، فنحصل على النتائج التالية. إذن عندما تكون قيمة التوتر الكهربائي E تساوي 0 فولت، فإن شدة التيار الكهربائي E تساوي 0.0 أمبير. عندما يكون التوتر بين مربطي الموصل الأمي E تساوي 2 فولت، فإن شدة التيار المار عبر الموصل الأمي هي 0.02 أمبير. عندما يكون التوتر بين مربطي الموصل الأمي E تساوي 4 فولت، فإن شدة التيار E تساوي 0.04 أمبير. عندما يكون التوتر بين مربطي الموصل الأمي 6 فولت، نجد الأمبيرمتر يشير إلى القيمة 0.06 أمبير. إذا الآن سنقوم بتحويل هذا الجدول على شكل منحنى. إذا دائما عندما نريد أن نمثل منحنى تغير مقدار بدلالة مقدار، في هذه الحالة سنمثل تغير التوتر E بدلالة شدة التيار الكهربائي E. إذن لابد من معرفة ما هو المقدار الذي سنمثله في محور الأراتيب والمقدار الذي سنمثله في محور الأفاصيل. إذن لاحظوا جيدا، قلت نمثل تغير التوتر E بدلالة شدة التيار E، بمعنى سنمثل التوتر E بمحور الأراتيب وشدة التيار E بمحور الأفاصيل، بطبيعة الحال التوتر بالفولت وشدة التيار بالأمبير. إذن لابد أيضا من اختيار سلم مناسب، مثلا نختار كسلم كل 1 سنتيمتر في محور الأراتيب يوافقها 2 فولت، ثم كل 1 سنتيمتر في محور الأفاصيل يوافقها 0.02 أمبير، وبالتالي نحصل على النقاط التالية: 2 فولت، 4 فولت، 6 ثم 8 فولت. بالنسبة لشدة التيار 0.02، 0.04، 0.06، 0.08 أمبير. إذن بالنسبة للنقطة الأولى ذات الإحداثيات 0.0 هي أصل المعلم، النقطة الثانية ذات الإحداثيات 0.02 أمبير 2 فولت، النقطة الثالثة ذات الإحداثيات 0.04 أمبير 4 فولت، ثم النقطة الثالثة والنقطة الرابعة. إذن لاحظوا بأن هذه النقاط توجد على استقامة واحدة، وبالتالي
نحصل على منحنى تغير التوتر اي بدلالة شدة التيار الذي هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم أو يعني ما يسمى بالدلة الخطية. إذن في الرياضيات نعلم بأن كل مستقيم له معادلة تكتب على شكل Y تساوي AX زائد B، بحيث A يسمى بمعامل التناسب و B هو الأرتوب عند الأصل. في هذه الحالة عندنا يعني المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، بمعنى أن B يساوي صفر، وبالتالي نكتب معادلة هذا المستقيم على الشكل التالي: Y تساوي A فو X، و Y هو معامل التناسب. أيضا كي نحسب معامل التناسب نختار نقطتين من المنحنى ذات الإحداثيات XA YA ونقطة B ذات الإحداثيات XB YB، بحيث X بالنسبة لدينا هو شدة التيار و Y هو التوتر الكهربائي. مثلا نختار النقطة A ذات الإحداثيات 0.02 أمبير 2 فولت، والنقطة B ذات الإحداثيات 0.04 أمبير 4 فولت. إذن معامل التناسب يساوي YB ناقص YA مقسوم على XB ناقص XA تساوي 4 فولت ناقص 2 فولت مقسومة على 0.04 أمبير على 0.02 أمبير 0.04 ناقص 0.02، دونك غادي نوجدوا جوج مقسومة على 0.02 اللي هي 100 فولت على الأمبير. إذن نلاحظ بأن A تساوي R. إذن نلاحظ بأن A معامل التناسب يساوي قيمة المقاومة. إذن نعود في المعادلة Y تساوي AX، نعود Y بE التوتر، نعود X بE شدة التيار، ثم A بR، فنحصل على العلاقة E تساوي R فو E، وهذا ما يسمى بقانون أوم. إذن كاستنتاج، مميزة الموصل الأومي عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، ثم قانون أوم يقول يساوي التوتر E بين مربطي موصل أومي جداء مقاومته الكهربائية R و E شدة التيار الكهربائي المار فيه، ونعبر عنه بالعلاقة التالية E تساوي R فو E، بحيث E التوتر بين مربطي الموصل الأومي بالفولت، R قيمة مقاومة الموصل الأومي بالأوم، و E شدة التيار المار عبر الموصل الأومي بالأمبير. انطلاقا من هذه العلاقة يمكن أن نجد أيضا تعبير المقاومة R بدلالة E و A، يعني R تساوي E على E، ويمكن أيضا أن نجد تعبير شدة التيار A بدلالة التوتر E والمقاومة R، وهو يعني وهي العلاقة E تساوي E مقسومة على R. إذن هذا بالنسبة يعني كاستنتاج مع التمرين التطبيقي. السؤال الأول يقول احسب المقاومة الكهربائية لموصل أومي يمر فيه تيار كهربائي شدته 2 أمبير عندما يكون التوتر بين مربطيه هو 24 فولت. السؤال الثاني، نعتبر موصل أومي قيمة مقاومته R تساوي 20 أوم. السؤال جوج واحد، احسب شدة التيار المار عبر الموصل الأومي عندما يكون التوتر بين مربطيه هو E تساوي 6 فولت. السؤال جوج جوج، احسب قيمة التوتر بين مربطي هذا الموصل الأومي عندما يمر فيه تيار شدته E تساوي 100 ملي أمبير. إذن تصحيح التمرين التطبيقي. السؤال الأول، المطلوب هو حساب المقاومة الكهربائية. إذن أولا نقوم بجرد المعطيات. لدينا قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي E تساوي 24 فولت، وشدة التيار المار عبره E تساوي 2 أمبير. إذن بعد جرد المعطيات نحدد العلاقة التي تمكننا من حساب المقاومة الكهربائية R. لدينا حسب قانون أوم E تساوي R فو E، بمعنى أن R تساوي E على E. تطبيق عددي، R تساوي 24 فولت مقسومة على 2 أمبير، وبالتالي نجد R تساوي 12 أوم. السؤال الثاني، حساب شدة التيار الكهربائي المار عبر الموصل الأومي. لدينا R تساوي 20 أوم، ثم E تساوي 6 فولت. إذن المطلوب هو حساب شدة التيار الكهربائي، بمعنى ينبغي أولا أن نجد العلاقة التي ستمكننا من حساب شدة التيار. إذن نعلم حسب قانون أوم أن E تساوي R فو E
التوتر بين مربطي الموصل الأمي هو جداء المقاومة وشدة التيار. إذن شدة التيار الكهربائي E تساوي خارج قسمة التوتر الكهربائي U على قيمة المقاومة R. إذن تطبيق عددي E تساوي 6 فولت مقسومة على 20 أم، فنجد E تساوي 0.3 أمبير. السؤال الأخير، حساب قيمة التوتر بين مربطي الموصل الأمي. إذن لدينا كمعطيات قيمة المقاومة R تساوي 20 أم، شدة التيار E تساوي 100 ملي أمبير. إذن هنا ينبغي الانتباه لأن شدة التيار تم التعبير عنها بالملي أمبير، بمعنى ينبغي أن نقوم بتحويل هذه القيمة إلى الوحدة العالمية لشدة التيار التي هي الأمبير. إذن كي نحول من الملي أمبير إلى الأمبير يعني نقوم بالقسمة على 1000. إذن 100 ملي أمبير على 1000 تساوي 0.1 أمبير، وبالتالي أيضا نحتاج إلى العلاقة التي تمكنني من حساب قيمة التوتر وهي U تساوي R فوا E. كتطبيق عددي U تساوي 20 أم مضروبة في 0.1 أمبير، إذن U تساوي 2 فولت وهو قيمة التوتر بين مربطي هذا الموصل الأمي. إذن شكرا على حسن المتابعة.